السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الرابع في الحلم أيضا كان في ورشة عمل في اسطنبول في عام 2018 كذلك مع اتحاد رعاية الأيتام، وكانت لي كلمة صباحية في كل يوم، وهي كلمة تحفيزية من السيرة من التاريخ من الأثر إلى آخره. وكانت كلمتي في هذا الصباح عن الاستشعار بتواجد الرسول معنا صلى الله عليه وسلم، وأنه سائلنا ماذا نحن فاعلين. فإن استشعرنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم معنا يسألنا هذا السؤال، فماذا نجيب له؟ فقامت فتاتين إلى المنصة وأتيا، وكانت إحداهما تبكي في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما كان من وجلال موقف وجود الرسول صلى الله عليه وسلم معنا، وما كان من هذا الموقف إلا أن جعل أحد الحاضرين يشتاط غضبا قائلا لي: تأدب يا هذا في التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجبته قائلا: إن أنا لم أخطئ، إن كنت أخطأت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أو في أخطأت في حقك أنت فقل لي كي أعتذر لك أو أعتذر للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الشخص استمر صائحا يولول ويزبد ويغربل إلى آخره، ولا أدري لما. وحاولنا تخفيف الأمر معه وتلطيفه بالاعتذار على شيء لم أرتكبه خطأ على الإطلاق، ولكنه كان يريد نشر الفوضى بين الجالسين من الحدود. فحاولت تقبيل رأسه كعادتي، ولكنه نهرني وأبعدني عنه. ثم فوجئنا وكانت لنا جريدة على الحائط نكتب فيها آراء الحاضرين، أن هذا الشخص الذي كان طبيبا للأسنان وأتى للدورة دون أن يتكبد مشقة في دفع أي مال للاشتراك، يكتب عليك الحاضر أنني يعني يتحدث عني أنني منافق، وأنه لا يريد أن يقبل أن أقبل رأسه لكي لا أنقل الجراثيم إليها. فعجبنا ولم نمحيها من جريدة الحائط، وانتهى أمرنا معه على هذه اللطافة اللطيفة التي لم يتقبلها إلى آخر، إلى أن انتهى وأخذ شهادة الدورة وترك المكان الحمد لله سبحانه وتعالى. هذا ما نريده منكم أيها الشباب والشابات، فأن تحلموا مع أي أحد أي أحد، وتنخدعوا بكونني طبيب أو كونني أستاذ أو كونني فقيه، فالحلم شيء والعلم شيء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.